السلام الله عليكم ورحمة وبركاته محترمين اليوتيوب، هنتكلم مع حضراتكم النهارده في قضية شغل السوشيال ميديا في وقت من الأوقات، لكن المحكمة أسدلت الستار عن الزوجة والعشيق علشان قتلوا الزوج أحمد الراجل العامل الزراعي، وأنهت المحكمة بتحويل أوراقهم لفضيلة المفتي. طب يا ترى منى وأيمن عملوا إيه في أحمد علشان أحمد يلقى حتفه على إيد بنت عمه للأسف الشديد؟ هنحكي لحضراتكم القضية دي كانت في إحدى القرى التابعة لمركز قوس محافظة قنا، جمعت علاقة حب ما بين منى وأيمن وهم صغيرين يعني من الإعدادي كده أو الدبلوم، لكن هنا جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. هنا طبعا أيمن كان راسم وناسك الخيال لمنى إن هو أول ما يعتدل أموره هيتقدم ليها بالجواز، لكن الصدمة الكبيرة إن أهل منى رفضوه، وإحنا عارفين العادات والتقاليد عند إخواننا الصعايدة، يعني البنت ما تطلعش بره العيلة وما تطلعش بره الأهل. جمعتهم علاقة حب ده في فترة المراهقة، اتقدم أيمن لمنى علشان يتجوزها، أهلها رفضوا. مرت الأيام والليالي لحد ما تقدم لها ابن عمها اللي توافق عليه على طول، خلاص يا منى أنت مش هتطلعي بره البيت وهنا ابن عمك هو أولى بالأحمد. هنا طبعا بدأت إنها تسول لها نفسها بعد الزواج بسنة ونص بالظبط، إنها تدعبس وتدور على رقم تليفون أيمن اللي هو العشيق اللي كان شغال في أحد المصانع في محافظة قنا، وبدأت إنها تتواصل معاه. قعدوا في بئر الخيانة أكتر من 10 سنين ونص، يعني منى متجوزها بقالها مثلا 12 سنة، بعد الزواج بسنة بالظبط بدأت تدور على تليفون أيمن علشان يبتدوا قصة الخيانة. هنا طبعا العشيق والزوجة اتفقوا انهم ينهوا حياة الزوج بعد ما قعدوا في العشق المحرم اكتر من 10 سنوات. ليه؟ لان الزوج بدأ يحس ان منى بدأت انها تطلب طلبات غريبة، ان منى بدأت انها تتعود انها كل شوية رايحة الدكتور في المركز او المدينة وبتغيب، واحيانا يعني بتتمسى لوقت طويل قوي. هنا طبعا قرروا انهم يستكملوا بعد الجريمة بتاعتهم انهم يحتفلوا على فراش القتيل. عملوا ايه منى وعملت ايه احمد؟ منى طبعا عندها 33 سنه وايمن عنده 32 سنه واحمد المرحوم عنده 41 سنه. هنا طبعا الناس لقت جثمان يمكن مفصول الراس وعلى رقبته طرحه، وبداوا انهم يبلغوا الجهات الامنيه علشان تبتدي الحكايه، وان الزوجه هي اللي مخططه كل حاجه. المتهمة اكدت في اعترافاتها، قالت ان انا اتجوزت ابن عمي غصب عني، انا كنت بحب ايمن، وايمن ده اتقدم لخطبتي من 12 سنه لكن ابويا وامي والعيله رفضوا، وعلشان كده العلاقه بيني وما بين احمد اللي هو الزوج فضلت ماشيه مستمره لمده سنه ونص او سنتين، وربنا كرمني بطفل. يعني تخيلوا ان منى والعشيق ايمن انهوا حياه احمد الزوج امام عيون الطفل، وهنقول لحضراتكم ايه اللي حصل بالظبط، وهنقول لحضراتكم ازاي ان هما قدروا منى وايمن يسيطروا على الولد انه ما يعترفش ولا يتكلم. هنا طبعا منى بعد سنه ونص بدات انها تكلم ايمن، وبدات انها تتقابل معاه في المدينه، و يعني اول لقاء كان ما بينهم وبين بعضهم قعدوا على احد الكافيتريات واكلوا مع بعضهم، وكان ابنها لسه ولد صغير يعني عنده في حدود سنه ولا حاجه. هنا طبعا بعد ما اكلوا وقعدت يعني فضلت معاه وقت طويل قوي في احدى الكافيتريات، وهمت بالقيام بانها تقوم وعايزه تروح، قال لها لا لا يا منى انت هتروحوا ازاي؟ ده انت شكلك مرهقه، تعالى ما نريح حبتين في الشقه. كان عنده شقه في مكان في نفس المركز او في نفس المدينه، وهنا طبعا منى عجبتها الفكره وقالت خلاص لسه الوقت بدري، فانا هروح مع ايمن اقعد معاه حبتين، انت حبيب العمر. راحت منى مع ايمن وقعدوا في الشقه لحد ما وقعوا في المعذور واقاموا علاقه محرمه، والكيمياء ولعت في الدره. هنا طبعا
اتوعدوا اكتر من بره ان هم يتلاقوا بره المركز خالص اللي هو مركز قوس، وكانت دايما تقول لزوجها ان انا مريضه وانا عايز اروح للدكتور في وسط المدينه اللي هي مدينه قنا، وهنا طبعا بتقول للزوج كده والزوج مآمن واداها ثقه، لكن هي راحت تقابل العشيق اللي هو ايمن اللي اتعلقت بيه من زمان قوي من ايام المراهقه. هنا بتضيف المتهمه وتقول ان انا رحت خارج المركز واتقابلت فعلا مع العشيق وقعدت معاه ساعات وحسيت ان انا تعبانه، طب اروح يا ايمن؟ قال لا، طب تعالى ما نطلع على الشقه، ووافقت وراحت وحصل اللي حصل ومارسوا العلاقه الجنسيه كامله. وقالت احنا عندنا في الصعيد ما ينفعش ان البنت ترفض او تختار عريسها او جوزها على مزاجها، الشخص اللي هتتجوزه لازم الاهل يكونوا موافقين عليه، مع ان ايمن اتقدم لي واترفض. لكن هنا بعد سنه ونص بدا انا ادور على تليفون ايمن واتصلت عليه وبدا يقول لي كلام معسول وكلام حب وكلام عشق، وانا كنت فعلا حسيت وبشعر ان انا ايمن ده عامل لي بنج، عامل لي ايه يعني؟ ما كانش يقدر يستغنى عني وانا ما اقدرش استغنى عنه. طبعا بتقول ان انا شعرت ان جوزي بيراقبني، وعلشان كده طالما الشك دخل في قلبه، علشان انا بخرج كتير للطبيب، فانا بدات ان انا اتكلم مع العشيق واكدت له ان احنا مش هنقدر نتقابل تاني يا ايمن. قال لها لا، ده انا ما اقدرش ان انا ايه استغنى عنك. يعني ايه؟ قعدوا يفكروا هما الاثنين ازاي ينهوا حياه الزوج. بالفعل اتفقوا هما الاثنين، كان عندهم فرح قريب في القريه اللي هما موجودين فيها، واتفقت مع العشيق انه ينتظرها في احدى الزراعات. احنا عارفين طبعا ان الاراضي الزراعيه في محافظات الصعيد بتبقى مشهوره دايما بزراعه القصب والذره والحاجات دي، يعني لو اي حد استخبى او اتدرى فيها بيكون صعب جدا ملاحظته. هنا طبعا منى وايمن اتفقوا، ايمن هيكون وسط الزراعات، وهنا منى وجوزها احمد رحمه الله عليه وابنهم الصغير رايحين فرح، فحددوا المكان. طبعا هم مكه اهل بشعبها اضرب شعبها، فعارفين الاماكن وعارفين المطبات، فهنا طبعا اتفقت معاه انها تيجي في مكان معين وسط الزراعات وتتحجج ان اسف يعني عافاكم الله ان رباط الشوز اللي هي لابساه اتفك. فهنا طبعا هتقول لجوزها اصبر شويه يا احمد على مربط الرباط بتاع الشوز اللي انا لابساه، وهنا طبعا يعني ماشيه هي وجوزها وابنها، فطبعا مفيش خيانه ولا في اي حاجه في دماغ الراجل. هنا طبعا وقت ما كانوا ماشيين في المنطقه الزراعيه وطلبت الطلب بتاعنا تربط الحذاء بتاعها، وهنا طلع عليهم العشيق اللي هو ايمن وبدا ان هو يسدد الطعنات غدر في ظهر الزوج احمد لحد ما وقع على الارض وانهارت قواه. وهنا للغرابه والمفاجات يعني ان الولد الصغير واقف وشايف كل حاجه. هنا طبعا منى وايمن بداوا ان هم يشدوا الزوج وسط الارض الزراعيه، طبعا اماكن كلها مقطوعه، وبداوا ان هم يسددوا عليه طعنات، لكن الزوجه هنا يعني يمكن خلعت الحجاب اللي هي لابساه وبدات تحطه على رقبه الزوج وبدات تخنق على قدر جهدها لحد ما اتاكدوا ان ايمن توفاه الله. هنا طبعا اتاكدوا ان ايمن اتوفى، بدا العشيق يهدد الولد الصغير لو اتكلمت او جبت سيره انا هذبحك زي ابوك. هنا طبعا انتهت القصه؟ لا، ده خدوا بعضهم وراحوا العشيق والزوجه راحوا للفرح اللي هم معزومين فيه برضه وقضوا ليلتهم عادي. وهنا بعد ما خلصوا بقى الواجب في الفرح روحوا الشقه ومارسوا العلاقه في قلب البيت احتفالا بانهاء حياه احمد الراجل الغلبان. هنا طبعا الناس اكتشفوا الجثمان، بلغوا الشرطه، الشرطه جت وحضرت والجهات الامنيه ورجال الاسعاف، لكن التحريات بدات تشتغل على قدم وساق. اول حد شكوا فيه هي الزوجه، وهنا من خلال التحريات اتاكدوا ان في علاقات محرمه وفي قصه حب بينها وما بين ايمن. هنا طبعا العلاقه اللي كانت ما بين الزوج والعشيق كانت علاقة صداقة، لأنه من نفس ذات القرية، يعني من نفس ذات القرى، ويمكن كمان كان في صلة نسب بينهم وبين العيلتين وبعض. هنا طبعا اعترافاته وقال إن إحنا كنا من أصدقاء من الطفولة، لكن لما اتجوز الإنسانة اللي أنا كنت بحبها كان دافع الانتقام عندي بيكبر كل شوية، لأن أنا حسيت إن هو بقدرته المادية ويعني قربه من العيلة هو اتجوز بنت عمه. ما
ما كانش انا انقص عنه حاجه، لكن هي دي العادات اللي في بلاد اخواننا الصعيد. انا ما كنتش اتوقع ان يتم القبض عليا، انا قضيت يمكن اكتر من 10 سنوات في الحرام مع منى. طيب ايه الدافع يا عم؟ قال ان الزوج ما كانش راضي انه يطلق منى. منى طلبت اكتر من مره الطلاق وتختلق المشاكل وتغضب، لكن اهلها يعني ابوها وامها هم اللي كانوا بيغصبوا عليها علشان خاطر الولد. وانا طبعا الزوجه قالت ان انا عمري في يوم من الايام ما حسيت ان انا بحب احمد جوزي، منهم لله اهلي. يعني ايه منهم لله اهلك؟ هي يعني طبعا جايبه السبب عند اهلها ان هم غصبوا عليها بالجواز. ما هم ما اهلك ما غصبوش عليكي، يعني اخدوك عاريه ورموكي في وسط مثلا جيش من الرجال. لا ده هم مجوزينك ومسطرينك وسطروا عرضك وشرفك ومالك وكمان جهزوكي. لكن طبعا في بعض الاسباب كده يا جماعه يعني ممكن تؤدي الى الخيانه. طبعا السبب الرئيسي والسبب الوحيد هو البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. طيب ايه تاني؟ في اسباب تانية انا هقول لحضراتكم بعض الاسباب وعاوز اعرف وجهة نظر حضراتكم. هل الاسباب دي ممكن تكون يعني كفيلة لانتشار الجريمة؟ احنا قلنا لحضراتكم ان السبب الرئيسي والسبب الوحيد هو البعد عن ربنا سبحانه وتعالى وضعف الايمان. لكن انا عاوز اخد رأي حضراتكم ومنتظر ارائكم في الكومنتات. يمكن هنقول 5 6 اسباب، وعاوزكم برضو لو عندكم سبب تاني يا ريت تضيفوه لنا في الكومنتات، لان احنا ممكن نعمل حلقه خاصه باسباب انتشار جريمه الزنا بالذات، لان جريمه الزنا بيتعقبها جرائم القتل. يعني اول سبب الفن والتقليد الاعمى اللي المجتمع بيشوفه وبيقلده، وبيشوفه بقى الفنان ده بيخون زوجته مع مين، وبيخون اخوه، وبيخون صديقه، وبيخون مديره مع مراته. الحاجات دي كلها في العقل الباطن الناس ممكن تفكر فيها وممكن يقلده تقليد اعمى. يبقى كده عندنا اول سبب الفن. تاني سبب الزواج بالاجبار. يعني ايه؟ يعني البنت بتتجوز من غصب عنها، ابوها بيقول لها خلاص ده ابن عمك، لا انا شايف العريس ده مناسب، انا شايف العريس ده مش مناسب. فهنا الاسره بعض الاسر ما بيبصوش او ياخدوا بالهم من اتجاه العاطفه للبنت. ده السبب الثاني. والسبب الثالث الفقر ونقصان المال. يعني في ساعات كتير قوي السيدات الفقر طبعا بيرغمهم او بيضغط عليهم ان هم يبيعوا اجسادهم مقابل المال. برضو السبب الرابع اللي معانا قبل الاخير وهو الضعف الجنسي. ساعات كتير قوي احنا طبعا بنقول للاشخاص دي كلها والحكايات دي كلها وسبقنا السبب الوحيد وهو البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. السبب الرابع يا بلاوي، السبب الرابع اللي هو الضعف الجنسي. في بعض السيدات ما بيكونش بقى ازواجهم عندهم ضعف جنسي بس، لا ده بيكون السيدات هم اللي عندهم ضعف بالايمان وضعف ثقه بربنا سبحانه وتعالى. السبب الاخير اللي هنختم بيه الفيديو هو الاختلاط الاسري. الاختلاط الايه؟ الاسري. ان بنت العم تروح عند ابن الاخ وابن الاخ واخو الزوج، الاختلاط الاسري ان كله يعني زدنا فين؟ في دقيقنا. فيا ريت لو عندك سبب تاني غير الخمسه اللي احنا قلناهم يا ريت تكتبه لنا في الكومنتات. والقضيه منى وايمن اذر الستار بتحول اوراقهم لفضيله المفتي واتقفلت القضيه. لكن خلاص وصلنا لنهايه الفيديو، منتظر اراء حضراتكم في الكومنتات عن الحلقه اللي احنا قدمناها. ويا ريت لو عندك سبب اخر غير اللي انا قلته يا ريت تكتبه لنا في الكومنتات. دمتم بخير، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.